والآن إلى آخر أخبار الطقس. نعم، إليك دينا، تفضل. شكرا لكم. وهو أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الثلاثاء طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصل لحد صقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح. وهذه درجة الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 16-8، الإسكندرية 16-8، مطروح 16-8، بورسعيد 16-8، الإسماعيلية 16-9، ونتحول إلى سويس 15-10، العريش 15-9، طابة 17-11، شرم الشيخ 17-13، الغردقة 18-14، الأقصر 17-8، أسوان 17-8، الوادي الجديد 16-5، شلاتين 22-11، حلايب 20-12. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.